السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى. كما كتشوفوا معايا هنايا العقدة ديال اللوز، العقدة ديال اللوز عندي هنايا قيمة كيلو 300 غرام ديال اللوز. اللوز شديتو سلقتو فسختو بيتو حتى نشف وطحنتو مع 400 غرام ديال السكر سنيدة أو السكر الناعم. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج باش نحضر هاد الحلوة هادي، المقادير عندي هنايا الزبيب مغسول هنايا وناشف كما شفتو، وعندي البرتقال معسل، هذا كنت عندي في القناة كنت عسلته. هنايا عندي المشمش والزبدة 150 غرام تاع الزبدة، والكونفيتير او المربى نتاع المشمش او البرتقال، وجوج ديال الخمارات، ورشة الملح، والبيض على حسب الخليط هنايا. اما هنايا بالنسبة لهذاك الخليط ديال اللوز اللي عندي مطحون مع السكر الناعم، غادي نحيد منه قيمة 200 غرام ديال اللوز، غادي نخليها باش نصايب بها واحد الشكيل. هذاك بالنسبة للنوع تاع اللوز كما كتشوفوا معايا، هذا القياس اللي عزلته من ديك العقدة اللي عندي. هنا دابا بالنسبة لي غادي نطحن المشماش اللي عندي هنايا، نطحن المشماش ومن بعد نطحن الزبيب ومن بعد نطحن البرتقال المعسل. من بعد ما طحنت هنايا المشماش كما شفتوا، هنا طحنت المشماش الزبيب البرتقال المعسل، غادي نضيف عليه 3 معالق ديال الكونفيتير ولا 2 معالق كبار. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي العقدة ديالي ديال اللوز بعد ما نخلط داك العناصر كلها، كتجي طرية. هنا بالنسبة للخليط هذا كله دخلت ليا فيها غير جوج ديال البيضات، يعني البيض على حسب القوام ديال العجينة ديال اللوز. ودابا ندوزو باش نسكلو الحلوة ديالنا. هنايا غادي نبقى ناخد انايا شوية العجينة كنكور في يدي، انا كندير عيني ميزاني ونحطو تما كاينه كما كتشوفوا في اللوز افيلي، كنبقى كنركز عليه، كندير على شكل غريبه مفنده في اللوز افيلي، كنحاول نقاد هذاك اللوز العجينه لان العجينه طريه دغيا يلصق. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. دابا غادي ندخلو على درجه حراره 180 درجه. هنا دابا غادي ندوزو للشكل الثاني، غادي نشد واحد الحربول ديال العجينه ديال اللوز. هاد الحلوه كاملين كتعرفوها وهي سميتها الحلوه الساقيه. غادي نحربل هذاك العجين ديالي ديال اللوز وندهنو ببياض البيض، ومن بعد نفندو في هذاك السمسم الابيض نلبسلو هذاك الجنجلان، نحاول نلبسلو مزيان ونقد الحربول ديالي. وهنايا فتحته بالموس وقديت له هذيك الساقيه، حليتها ليه غير بصبعي، ولكن نتوما كتقادو. ونحاول نهزو غير بشويه ونحطو في الطاوه ديالي وندخلو حتى نكمل الطاطا الخليط اللي عندي وندخلو حتى للفران. هذا بالنسبه للحلوه الثانيه. اما الحلوه الثالثه ان شاء الله الفيديو غادي يجيكم طويل، ما غاديش نقدر نديرها لكم في هذا الفيديو هذا، خليها حتى الوصفه الثانيه ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا جبت واحد الكاسرونه درت فيها 3 معالق كبار ديال السنيده مع 2 معالق كبار ديال الزبده و 2 معالق كبار ديال العسل. غادي نخلي هاد العناصر تطبخ هنا فوق هاد النار، ومن بعد نعسل بها البيستاج اللي غادي نزوق به حلوة ديالي. كما تشوفوا هنا بدا كيغلي داك ديك الزبده مع العسل، بدات كتغلي هنايا كتولي بحال الكراميل. دابا غادي نبقى نضيف، دابا غادي نضيف بيستاش ونبدا كنخلط. هنا
غادي نبدا كنقوم نعسل بالبيستاش ديالي. ها هو الخليط اللي حصلت عليه بعد ما عسلته. هنايا عندي الزبده والسكر وشويه العسل، حصلت على هذا الخليط هذا. دابا غادي نبدا نزوق به الحلوه ديالي. كما كتلاحظوا هنايا بالنسبه للفيديو باش عمرت به الحلوه ديالي مشى ليا، سمحوا لي. هنايا خليتها حتى بردات وبديت كنقطعها. بعد ما عمرت هذيك الساقيه بالبيستاج خليت الحلوه ديالي حتى برد، ولكن الكراميل ديال البيستاج خصو يكون بارد. خليتها حتى بردت ليا الحلوه مزيان وبديت كنقطع على هذا الشكل هذا. ودابا كما كتشوفوا ساليت الحلوه، الحلوه ديالي ها هي وجدات. هذا النوع ديال الحلوه كما كتعرفوا هنايا سميتها حلوه الساقيه، جات على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للحلوه ديال العقده اللي بقات ليا، لانني درت ثلاثه ديال الاشكال، هنايا درت جوج غريبات وحده باللوز ايفيلي، وهنايا هاد الغريبه هذه كما كتشوفوا هادي بالنكهه ديال البيستاش والجنجلان الابيض ونواه كوكو. هادي الغريبه ديال اللوز ايفيلي بالنكهه ديال المشماش والزبيب والبرتقال المعسل. ديك العقده ديال اللوز خرجت لي ثلاثه ديال الاشكال. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم جوج ديال الاشكال، والغريبه ديال البيستاش غادي نخدمها لكم في الفيديو المجي، لانه الفيديو ياس كيكونوا طوال. كنتمنى انها تحضروها في البيوت ديالكم ومع وصفه اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.